هذا سائل لفضيلة الشيخ يقول: شيخنا الفاضل، قرأت أن أهل السنة لا يكفرون الخوارج والأشاعرة لأن لهم تأويلا، مع أن استحلال دم المسلم ونفي علو الله جل وعلا كفر، فلما كفر السلف الجهمية مع أن لهم تأويلا أيضا؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. كفروا الجهمية، أو أكثر العلماء كفروا الجهمية، لأنهم قامت عليهم الحجة ولا عذر لهم، بينت لهم الأدلة والبراهين فرفضوها، تكلموا فيها، حتى بعضهم يسب القرآن ويسب الأدلة، فلذلك كفروهم. أما أتباعهم الذين ظنوهم على حق قلدوهم، فهؤلاء يعذرون ريثما يبين لهم، فإذا بين لهم وأصروا وعاندوا بعد البيان فحكمهم حكم من سبقهم. نعم.